بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن حركة الحشاشين حتى تفهم الحشاشين وكيف يفكرون وما هي عقائدهم، حيث نتعرف على عقائدهم بعد الموت، خاصة أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى ترد فيها على من يوزع الناس على النار والجنة. ففي الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين يروج حسن الصباح زعيم الحشاشين أنه صاحب مفتاح الجنة وأن جهنم مصير المخالفين لقراره، وترد دار الإفتاء المصرية على من يجزم بدخول أي شخص النار أو الجنة، فقد نشرت على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول من يزعم بأن الله سيغفر لهذا ولن يغفر لهذا، أو أن هذا سيدخل الجنة وهذا سيدخل النار. والحديث هو عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن معنى يتألى على الله أن فلانا يجزم أن الله سيفعل كذا وكذا مما لا يحيط العبد بعلمه، كأن يقول: سيغفر الله لفلان ولن يغفر لفلان. وبالنظر إلى عقائد ما بعد الموت عند الحشاشين نجد أنهم يقسمون الناس إلى أصناف، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، وكأنهم يوزعون مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. ففي كتاب حركة الحشاشين للدكتور محمد عثمان الخشت يقول: يتحدد مصير الإنسان روحا وجسدا بعد الموت في عقائد حركة الحشاشين على أساس انتمائه العقائدي، فيصنفون الناس قسمين: قسما يؤمن بمذهب الحشاشين وقسما يكفرون به، كما أن المؤمنين بمذهب الحشاشين ينقسمون بدورهم إلى نوعين، لكل منهما مصير يتناسب مع درجته في الإيمان ونصيبه من المعرفة والعمل. وعن مصير الطبقة الأولى من المؤمنين وهم من الحشاشين حسب عقيدتهم، فإن هذا النوع من المؤمنين كما يعتقدون هم أهل المعارف الحقيقية والعلوم الإلهية والأعمال الصالحة والموالاة لجميع الآئمة، أي من يتبعون آئمة الحشاشين. ومصير هؤلاء حسب ما يعتقدون هو أنه عندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم فإنها تأخذ طريقها إلى جنة المأوى حسب مرتبتها، فبعد أن تفارق النفس جسدها تتحد بالنفس التي فوق أفقها، ثم تصعدان معا إلى النفس التي فوقها وتندمجان معا في نفس واحدة تتحد هي الأخرى بالنفس الموجودة في الرتبة التي فوقها، ويستمر الصعود واتحاد النفوس إلى أن يصار إلى النفس الكلية التي تعود إليها النفوس الجزئية. ولكل روح من تلك الأرواح رتبتها وموضعها حسب درجة إيمانها ومعرفتها. يقول الحارثي مؤلف كتاب الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد: وعلى قدر مبلغ كل واحد منهم في العلم والمعرفة والولاء يكون علوه في ذلك الهيكل النوراني. ويقول الحارثي: إن أجساد هذا الصنف من المؤمنين تكون محفوظة في أعز عز وأحرز حرز، وذلك أنها تعود إلى السحيق بعد مفارقتهم لطائفهم.
وأما الطبقة الثانية من المؤمنين كما تعتقد حركة الحشاشين فهم أهل الولاء المتعلقون بشيء من العلوم الدينية والحكم الإلهية، فإن أرواحهم حسب أقوال الحارثي في كتابه الأنوار اللطيفة في فلسفة المبدأ والمعاد تكون في الهيكل النوراني، ولكن في درجة أدنى من الدرجة التي يوجد فيها أهل النوع الأول، فيكون كل واحد منهم في موضعه الذي يستحقه. أما أجسامهم فلا تبلغ مبالغ أجسام أهل النوع الأول، بل تبقى مرتبطة بتلك الأفعال القبيحة التي تعدت إليها وأقدمت عليها من غير حلها، فيقتص منها بجميع ما فعلته من قليل وكثير، ويسلك بها في شيء من سرط العذاب إلى أن يكمل ما عليها من المظالم. هذا عن الطبقتين الأولى والثانية من المؤمنين كما تعتقد حركة الحشاشين. وأما الكافرون في نظر الحشاشين فإنهم من لا يؤمنون بمذهب الحشاشين، فكل من لا يؤمن بمذهب الحشاشين فهو كافر. وعن مصيرهم يقولون إن نفوس هؤلاء الكافرين تظل في عالم الطبيعة الأرضية تتناسخها أجسام الكائنات المختلفة، كلما بليت صورة بالفساد كونت أخرى بالكون، فلا تزال تتعرض فيها للألم والأسقام أي الأمراض، فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر. ويستدلون على هذا الاعتقاد بقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهم حسب ما يعتقدون فإن الكافرين أي من لا يؤمنون بمذهب الحشاشين يمرون بأدوار تناسخية متكررة من العذاب والآلام بعد موتهم الأول. ويرى القوم أن الكافر عند موته تتحد نفسه بجسده حتى يصير الاثنان جوهرا واحدا، ثم يتحول هذا الجوهر الواحد إلى تراب، ثم يتبخر هذا التراب ويصبح مطرا، ولكنه ليس مطر خير، حيث يحدث معه البرق والرعد والسيول المدمرة، ثم يتحولان أي الجسد والنفس اللذان أصبحا جوهرا واحدا إلى نبات أو حيوان، فيغتذيه من يصلح له الاغتذاء أي يأكله من يصلح له الأكل، ويستقبل بهما العذاب. وهي أدراك سبعة، أولها درك الرجس وهي قمص البشر، حيث يرتدي هؤلاء قميص الزنج والبربر والترك كما يرون، ويقولون عنهم إنهم لا يصلحون لمخاطبة الحق. والدرك الثاني هو درك قمص الوكس، وهو المماثل للتركيب البشري، وهم القرود والدب والغول. والدرك الثالث هو قمص العكس، وهم سباع البر والبحر كالأسود والذئاب. والدرك الرابع هو قمص الحرس، وهم هوام البر والبحار كالأفاعي والعقارب. والدرك الخامس هو النجس، وهم طير البر والبحر. والدرك السادس هو النكس، وهو النبات المحظور القاتل المهلك للحيوان. والدرك السابع هو الركس، وهو المعدن والحجر. ويرى الحشاشون أنه بعد أن يمر الكافر بهذه الأدوار التناسخية يتم نفيه إلى أماكن خالية من السكان في الأجزاء غير المعتدلة من الكرة الأرضية. هكذا تقسم حركة الحشاشين الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين. وإلى لقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.